من الأعمال اللي بدأت في النص الثاني من رمضان وكانت حقيقة منتظرة مسلسل خالد نور وولده نور خالد، هذه الكوميديا اللي من بطولة شيكو وكريم محمود عبد العزيز ومجموعة من الفنانين ومنهم ضيفتنا اليوم، واللي من أول كم حلقة يعني مسجلة حضور وخفة دم مفاجأة الكل. آية سماحة، أنا ابنك، أنت بابا. ابني مين يا بغل أنت؟ حضرتك يا طنط، ولا بقى تحب يقول لك يا ماما؟ طنط وماما، واحد شكله اكبر مني وبيقول لي يا ماما. ده احنا هنبقى نمره على التيك توك لو سمحت. كنا عايزين نعمل التحليل اللي هو الدي ان ايه ده. ايه العناصر اللي ممكن تعمل كده في التركيبه؟ اكيد حصل لك اي تغيير فيزيائي ساعه الحادثه. امسك نفسك بقى في الغايه دي. امسك نفسي اهو. الضغل ده يبقى ابني. انا اهو بابا. المشكلة دلوقتي مش ان انت قدي وبس، المشكلة ان انت في منك واحد تاني. التجربة اللي حصلت دي يا جماعة عملت حاجة زي ما انا قلتلك، لازم نعرف السر عشان نلاقي الحل. اجري اجري. رحت مطعم فول وطعمية، خدت واحد فول بالكركم 7/10، وبعدين طلعت على مطعم سي فود، خدت واحدة سنجاري بالبطاطس 8/10، وبعدين رحت. وتنضم إلينا النجمة آية سماحة. أهلا فيك معانا يا آية، وكل عام وأنت بألف خير ومبروك العمل. ازيك يا سارة؟ كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة وأنت طيبة. طبعا أنتم من الأعمال اللي داخلين في النص الثاني من الشهر، بس من أول الشهر الناس مستنياكم، كانت فكان يعني الأول كم حلقات يعني خلينا نقول واعدة والناس انبسطت معاكم، بس يعني كلنا جالسين ما احنا قادرين نستوعب اسم المسلسل. ليه كده عملتوا فينا؟ انا نفسي كنت بتلخبط لحد وقت قريب قوي يعني. طب يعني ليش فكره اسم المسلسل ده خالد نور وابنه نور خالد، صح؟ قلت وهي وولده نور خالد. ليه؟ مين صاحب الفكره؟ الفكره الكتاب كريم سامي واحمد عبد الوهاب، وهي الفكرة الجديدة وانترستنج بالنسبة لي. حسيت ان هي فيها فانتازيا كده زي ما بيقولوا يعني، وكوميدي، ومع من اكتر النجوم اللي انا بحبهم انا كآية يعني. شيكو كريم محمود عبد العزيز كان لسه اشتغل معهم جدا، وحسيت ان هي يعني عصفورين بحجر كده يعني، هما الاثنين في بروجكت واحد، والدور كان مختلف وكان جديد، كان انترستنج. البروجكت كله كان موضوع المسلسل بالنسبه لي غريب ومثير يعني، فكنت حابه ان انا اقراه، وكنت مستمتعه وانا بقراه. كان في حاجات تضحك بجد واحنا بنقرا وفي البروفا وكده وبس، ومضيت يعني وابتديت ان انا اشتغل على البروجكت. بس هو مش سهل ان احنا نفهمه ببساطه يعني، هو ممكن يبقى معقد شويه، او فكرته فيها الاحداث ما بتبانش على طول، بيبقى فيها مفاجات كتير يعني. اوكي، بس هل كنت تفضلي لو كنتوا بداتوا من اول رمضان، ولا ما بتحسي انه في مشكله انكم دخلتوا من النص الثاني؟ دي اول مره انا يتعرض لي اي شيء انا شغاله فيه في النص الثاني، فانا دي حاجه جديده عليا وحباها، لان برضو النص الثاني بيبقى ليه حلاوته والنص الاولاني ليه حلاوته، فانا جربت الاثنين فانا محظوظه الصراحه. ايوه. لا، وانتوا كلكم يعني داخلين ما شاء الله يعني اسماءكم قويه يعني جاذبه اصلا للعمل انه الناس تتابع، وانت المره دي كمان خلينا نقول يعني بتشتغلي كوميديا يعني. انت ظهرتي قبل كده طبعا في الصفاره وكده، بس هنا انت عندك بطوله يعني، كيف وضعك مع الكوميديا؟ بصي والله مش هخبي عليكي، انا كنت قلقانه في كل مره، ببقى قلقانه زي اول مره. بس لما بتبقي مع ناس عندها فيجن او عندها رؤيه تحترم وتتعلمي منها وتفتح لك حاجه جديده في المنظور بتاعك للعمل يعني، ده شيء انا بتبسط بيه وبحس ان ده اللي بيعلمني بجد. فشيكو ممثل مجتهد جدا، هو وكريم الاثنين الصراحة يعني مجتهدين جدا، بس شيكو علشان كنت بقى يعني كان الدور ان انا طالعه مراته، فكانت اكتر مشاهدنا مع بعض يمكن، صح؟ ايوه.
بجد لما بيقعد يديني نصيحة أو معلومة أو اعملي كذا ما تعمليش كذا أو شوفيها من الشكل ده أو كده، ده بيفيدني جدا. والشغل مع أستاذ محمد أمين طبعا دي تاني مرة أشتغل معاه في كوميدي، يعني الأول فرصة ما كانتش كوميدي، تاني مرة كانت كوميدي واتبسطت جدا بالتجربة. يعني ما كناش رايحين نهزر وخلاص، يعني كان لا، في مشاهد دراما وفي مشاهد فيها مشاعر يعني وايموشنز وكده، فكنت حاسه ان انا لا انا بعمل حاجه وبتعلم كمان في نفس الوقت. طب آية، انت بما انك تتكلمي عن المشاعر والاشياء هذه كلها، انت عندك كمان يعني ظهور في خلينا نقول كامل العدد، طبعا كنت كامل العدد بلس 1، انت كنت في كامل العدد بعدين كامل العدد بلس 1، خلينا نشوف مشهد منه ونرجع نتكلم عن هذه التجربه. الفكرة دي حد في حد عزيز عليها مات. طب ما في مسلسلات بتفتح نفس الإنسان على الحياة اهو. طب ما الحياة حلوة اهي. يعني كمل العدد تجربة فريدة حقيقة يعني، وإحنا شفنا الآن ردود فعل الناس، يعني ناس زعلانة أنه خلص المسلسل يعني، وبتقول أنه يعني أهو إحنا مبسوطين في مسلسل خلانا ننبسط، مش ضروري نتنكد ونزعل وده يضرب ده والكلام ده كله. أنت كيف تقيمي هذه التجربة؟ أنا شايفة أن دي حاجة مبشرة الصراحة، أن الناس لسه بتحب تشوف الحلو، ويعني بحس ان كامل عدد رسالته اكتر حاجه ان نعيش في سلام، يعني مهما كانت العيله كبيره او فيها مشاكل او بنختلف على حاجات ساعات في الحياه، بس في الاخر بنرجع في السلام بتاع ان احنا عيله او ان احنا صحاب او ان احنا في ما بيننا عشره باي شكل من الاشكال. فحاجه مبشره ان الناس لسه بتتاثر بفكره السلام النفسي والسلام في المجتمع أو في العالم، حتى لو كان على سكيل صغير قوي زي عيلة أو صحاب أو كده. ومستغربة جدا إن الناس متأثرة للدرجة دي، شيء مفرحني جدا طبعا، بس ما كنتش متخيلة الصراحة إن الناس هتبقى متعلقة قوي ببروجكت زي ده. وحتى الممثلين يعني الكاست كله بنبقى مستنيين نتقابل، حتى لو انا يعني انا السنه دي ما كنتش موجوده بشكل كبير، كنت ضيفه شرف بس. أيوه. بس ستيل لما بنتجمع بره او بنروح نفطر او بيروحوا يتسحروا لازم اكون موجوده، يعني حاسه ان هم عيلتي خلاص. فاحنا بنروح بنتصور. بنصور يعني مش بنمثل. لا يعني هي تجربة صراحة مختلفة جدا، يعني تجربة كامل العدد. وبدي أحكي معاكي كمان، يمكن أنت آية من الناس اللي عندك تجربة، يعني خلينا نقول أنت نشيطة جدا على التيك توك. بخاف قوي لما حد يقولي كده، بحس ان انا دايما عندي يعني حاجه كده انا مقتنع بيها، تيك توك ده اكني قاعده في البيت لوحدي، بتخض بقى لما حد يقولي بشوفك. طيب انت اذا مخضوضه استني على الخضه هنشوف الفيديوهات. اللي انا عملته مفيش اي فايده تماما. علي الطلاق دايخه والله، هموت والنار هموت، خدي برشام الدخه مش عامله حاجه والله هموت والنام انا هموت. انا فلاشه الفيديو بروجيكتور بروكتور اند جامبل جونسون اند جونسون والمسؤول عنها.
انت قصدك الكرييتيف دايركتور؟ اه الكلام ده اقوله لو انا بكب كلام او بقول بهرتل يعني بقول اي حاجه، اقول الكرييتيف دايركتور ده. انا فلاشه الفيديو بروجيكتور بروكتر اند جامبل جونسون اند جونسون، وشاشه العرض الوحيده في حياتها. خلي بالكم انا جالي هبوط من كام يوم وقعت من الشباك وفتحت لايف، قلت وقع من الشباك اول امبارح، جالي هبوط في الدور الثاني وقعت من البلكونه وانا واقفه، خدت المنشر بجسمي كله اتقلبت من البلكونه. تمام. الان وانت بتشوفيها ايش احساسك؟ انا سامعه ومش قادره اقول لك على احساس. كارثه. بس انا بتبسط مش عارفه ليه. يعني انا بحب اعمل تيك توك جدا، بتبسط من قلبي اكني خارجه. طب حلو. بس بعدين لما بينطلقوا في العالم بتحسي انه انا عملت ايه؟ ده احساسي حالا بالظبط. لا وبعدين جوزك معاكي في التيك توكات كمان. باخده يعني باخده فجأة كده علشان ما يبقاش حاسس قوي، لان هو بالنسبة له اللي هو بس يا ايه يعني طول الوقت. بس يعني كنا بنمثل حاجة مع بعض قريب، فكنت قاعدة معاه في الكرفان للأسف، فقلت له خلاص بقى لازم اعمل تيك توك دلوقتي وانت هتتصح خلاص. فزنقته يعني. طب ايه بالنسبة ل يعني ايش اسمه، لما بنتكلم مثلا دائما الفنانين، طبعا انت موجوده على السوشيال ميديا ويعني من اكثر الناس خلينا نقول اللي فيه اهتمامات باطلالاتهم، دخولك في المهرجانات، صورك، الكلام ده كله كده، ودائما في تعليقات على ملابسك، ودائما بيقولوا يقعدوا انه آية ملابسها جريئه. بتحسي انه ملابسك جريئه ولا بتحسي بيظلموكي؟ لا خالص، ما بحسش ان انا بلبس بطريقه قد او كتير، او يعني انا مقتنعه ان كل مكان بيبقى ليه ظروفه او البيئه بتاعته او لبسه او المظهر. يعني مش عايزه اقول الكلام الكليشيه اللي هو يعني اي حد هيبقى في بحر هيبقى لابس بشكل معين، او في الصيف غير الشتاء او كده، بس انا حقيقي ما بشوفش انا بعمل حاجه يتحط عليها سبوت لايت. انا بحب اللبس جدا وبابريشيت جدا ان الناس اللي بتلبس حلو او بتقدريهم، بتقدر اللبس الحلو والذوق الحلو جدا جدا جدا. ولما بحب حد يعني انا حتى حبيبتي الله يرحمها، عشان من كتر ما كنت بحبها كنت بحب البس لها يعني الالوان اللي بتحبها، او يعني انا بحس ان اللبس ده طريقه تعبير مش بس جمال، يعني عن حب. حتى لما بتحبي حد بتحبي تلبسي له حلو، فانا بحب اللبس الحلو بس مش بركز على شكل معين او ستايل معين ببقى لابساه. بالعكس انا مودي جدا. اي يمكن انت من الناس اللي بيقولوا كانوا دايما انه حماتهم مش حماتهم، حماتهم ام تانية بالنسبه لهم. فبما انك ذكرتيها للراحله يعني ناهد فريد شوقي يعني الله يرحمها طبعا، اذا تحبي تقولي شيء من ذكرياتك معاها او علاقتك فيها. مهما قلت طبعا مش هيجي اي حاجه من قد ايه هي كانت ست عظيمه، وكانت ام، وكانت شبهي في حاجات كتير قوي، او انا اللي شبهها في حاجات كتير، وده كان من حسن حظي. يعني بقول ان هي من ست عظيمه، وام عظيمه، ومنتجه عظيمه، وتعلمت في بيتها كل حاجه حلوه، وتعلمت منها كل حاجه حلوه، وقد ايه هي كانت صاحبتي كمان، وانا كنت شبهها في حاجات كتير. يعني طبعنا كانت واحده، يعني حتى كنت بقول دايما لجوزي ان بحس ان عيلتكم شبه عيلتنا قوي، ان احنا قريبين لبعض، او طبعنا واحده، او طريقه كلامنا شبه بعض. فكنت بحس ان انا في بيتي ومع امي بجد، وهي كانت بتحبني بجد، وانا بحبها جدا، ويا رب نتقابل في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. الله يرحمها طبعا ويصبركم. أنا بشكرك على وجودك معنا اليوم. شكرا. آية نورتينا، وطبعا إن شاء الله من نجاح لنجاح دائما. مرسي يا سارة، أنا مبسوطة أنا كنت معك النهاردة، وكل سنة وأنتم طيبين. أنت طيب.